السكة الحديد في مصر، سواء كان محطات أو خطوط أو وحدات. احنا بنتكلم على ان القطاع كله اهمل، واهمل ده مش عيب في اللي قبل مننا، لكن دي كانت الظروف كانت بتمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا ما نعملهاش. ودي ثالث مرة بقولها، ثالث مرة بقولها. اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده وكناش عارفين ان احنا هنعاني منه، لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى، ولا حتى لابنائنا. يمكن اللي بنتكلم على احفادنا، اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا.